إن مجزرة كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة تدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في استهداف كل الأماكن المقدسة سواء مساجد أو كنائس، وهذه المجزرة تأتي بعد ساعات فقط، بعد يومين من استهداف مستشفى الأهل العربي وهو المستشفى المعمداني والذي يتبع أيضا لكنيسة، وعلى مقربة من كنيسة الروم الأرثوذكس، والذي راح ضحيتها هذه المجزرة التي لا توصف ولا يمكن أن تخطر ببال أحد حتى في الأفلام الخاصة بالهوليود، أن هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بكل وحشية راح ضحيتها 471 شهيدا، ولا زال 28 إصابة حرجة في العنايات المكثفة، ولا زال هناك 314 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة في مجمع الشفاء الطبي أيضا من هذه المجزرة.